ساعات قليلة مضت على فشل أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في حل المشاكل العالقة بينهما بشأن الانتخابات البرلمانية المفترض أن تجري في نوفمبر المقبل وقوانينها خلال اجتماع في أربيل، حتى وقعت مناوشات وتدافع بالأيدي اليوم داخل برلمان إقليم كردستان على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم الانتخابات الإقليم. الاشتباك بدأ إثر اعتراض نائب أو نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات، وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال معتبرين الجلسة غير قانونية. رئيسة البرلمان رواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني واجهت الخطوة برفع الجلسة والانسحاب من القاعة، وأكدت أنه لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية. هذا واعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة خطوة تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية. في المقابل سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً، وأصر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني زانة ملا خالد على أن تأجيل الجلسة من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه كان ينبغي أن يطرح للتصويت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.